قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهداء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة إلا من بعده أفلا تعقلون. لا جوا رازك ما يمسك حطك حطك شوف تعرف ايش معنى هذه يمكن عندك يا اصغر فتحه خلاص ما تختلف عن الفتحات شوف هنا مسكت صح مسكت اه خل الدلاخه وخل على اليسار على اليمين والله فيني كمية آلة حبيبي أذكر في شوي فيه معك عود أعطني إياه جمعك والله فيني كمية نوم ها؟ والله يلا افتح عيني ليش ما أسمع خلق يلا افتح عيني ليه سنوات نوم خلي سارة زيادة لك عشان ما تطيح ولا نسى عشان الحديدة أزيادة لك يعني بجي جافي ليش شي لا لا ما بيش أتمنى أحسن ما تخشي لا أستمع كيف كنت سلطان هو شيء أشياء مش تختلط حتى أنا مرة تحس شوي تعزل فيه لفة في راسه والله في لفة في وشة في لفة في الرجال يمشي سيدي شوي قال له عكا في مئة أرض لفة العقب شوي يا أهل الكتاب لم تحاجون إبراهيم وما أنزلت التوراة إلا من بعد ما تقولون أنتم هؤلاء حاجتكم فيما وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول ناس من الله طيب طيب الجنة وهذا النبي الذي آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون نقيم خلنا نفاصل الرجال جاي جاي قلقهم أفاضل أعطيتك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلا
أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.